النهاردة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي. عمار الشريعي هو واحد من أهم رموز الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي، وبيعتبر حالة خاصة جداً من الإبداع والتفرد، وقدم مئات الأعمال اللي عايشة لحد النهاردة في أذهان محبيه، خصوصاً الموسيقى التصويرية والتترات الشهيرة اللي قدمها مع سيد حجاب، علي الحجار، محمد الحلو، واللي بتعتبر الحقيقة من كلاسيكيات الدراما، ولما بنسمعها بنبقى عارفين التيمة دي تيمة عمار الشريعي. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم على طول. اليوم هو ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمار الشريعي، أحد أعمدة الموسيقى في مصر والوطن العربي، الذي أبهر الجميع بموهبته التي تحدت العجز بفقدانه بصره منذ أن كان طفلاً صغيراً. ولد عمار الشريعي في مدينة صملوط بالمنيا في 16 من إبريل عام 1948، وله علامات وبصمات في عالم الموسيقى، سواء الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أو التترات الشهيرة التي قدمها مع سيد حجاب وعلي الحجار ومحمد الحلو، والأعمال الدرامية التي تعد من كلاسيكيات الدراما. بدأ حياته العملية عقب تخرجه من الجامعة عام 1970 كعازف لآلة الأكورديون في أكثر من فرقة موسيقية، ثم اتجه إلى عزف الأورج وسطع نجمه كأحد أبرز عازفي جيله على الرغم من كونه كفيفاً. تجاوز عدد أعمال الفنان عمار الشريعي الدرامية أكثر من 150 لحناً، ومن أبرز أعماله رأفة الهجان، أبناء الأعزاء شكراً، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، وعفاريت السيالة. كما تجاوز عدد أعماله السينمائية أكثر من 50 عملاً. أيضاً قام عمار الشريعي بتأليف عدد كبير من الموسيقى التصويرية لأشهر المسرحيات. حصل عمار الشريعي على العديد من الجوائز، أهمها جائزة مهرجان فالنسيا بإسبانيا عام 1986 عن موسيقى فيلم البريء. أيضاً وسام التكريم من الطبقة الأولى من الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، ووسام الطبقة الأولى من سلطان عمان عام 1992، بالإضافة إلى جائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن في الشرق الأوسط ل17 عاماً متتالية. رحل عمار الشريعي عن عالمنا في عام 2012، تاركاً خلفه تاريخاً طويلاً من الفن الذي لامس قلوب الجميع باعتباره واحداً من أهم صناع الموسيقى في مصر والشرق الأوسط.